إخواني أخواتي، مرحبا بكم وشكرا على حضوركم. مش عندي فيديو خارق العادة، أنا عجبتني برشا، تدور في الإنترنت، مصدرها ONG، منظمة غير حكومية، والموضوع متاعها نقاش حاد بين الأخت وفاء والسيد علي العريض. تو تشوفوا كيفاش المرأة المناضلة وفاء حطت سي علي العريض في تركينة. تو تعملوا كيف؟ وبارك الله فيكم. تو تشوفوا الفيديو وتعملوا رأي. خاصة تشتغل ما شاء الله عليك مع العيال. اي لم نقل الامور اللي كذبه. الشحنات اللي خارجه منك تجاه النهضه. لا لا لا، شحنات انا نقول في الحقيقه على عوالي. انا يخيل علي انك تقولي شيء ما تحطها عليك. انا نقول في الحقيقه على عوالمها. لا كل حقيقه هذا هو الهدف اللي قاعدين نشوفه. احنا نقول في الحقيقه. النهضه في الحقيقه. لا علاش؟ مناسبه وغير مناسبه. مشكله كبيره معاك. كن كلنا. مشكله كبيره معاك. لا انا ما عندي حتى مشكله معاك. ما عندي حتى مشكلة. أنا لو نجحت النهضة لأنها وصلت بنا إلى بر الأمان لكنت من أكبر المؤيدين لها. أنا كتونسية ونشوف كوني وصلت إلى حافة السيناريو اليوناني، لهنا يولي عندي مشكلة معها ومع تحالفها مع نداء تونس. لأنه إحنا شبيناتنا بيناتنا النتائج راهو سامي العريض. بيناتنا صوت الشعب. صوت الشعب. صوت الشعب بيناتنا. صوت الشعب هو اللي هو بيناتنا. بيناتنا صوت الشعب. على خاطر كي تمثل الشعب. صوت الشعب في كوكا الفلوس. كله جاهل. كي تنتهي يا سي علي، كي تنتهي الفلوس اللي جايه من قطر واللي جايه من تركيا، تو نحتكموا باذن الله الى الشعب. اما الشعب المفكر المهمش هذايا لا احتكم الى اصواته اليوم. اي انت مستعلي عليه شنو؟ لا لا مانيش مستعلي. انت تحب تضل مستعلي عليه. انت تحب تضل. لا مانيش هذا هو. اما ما دام الشعب ما زالت تشترى اصواته. هذا هو المدخل بتاع الاستحقاق اللي عايشه الشعب. وهو الوصايه والاحتكار والتحلل اللي عامل على الشعب. لا سامحني، الى ان ينتهيك الاموال هذيك وقتها احنا نحتكم الى صوت الشعب. جيبي لنا خير منها النهضه، صوتي لنا خير منها. لا ان شاء الله علاش موجودين في النتائج؟ موجودين في النتائج. بالعكس هي جابت مشروعها، هي جابت مشروعها ولكن مشروعها فشله. وصلنا الى 77 يوم. النهضه ماهيش تستنى فيك يا ساده. سامحني موجوده. والشعب هو اللي يحكم عليها. لكن انت عضوه تبقي في الشعب. انت جيت سامحني. انا نصب نفسك. لا ما تخليش انا. انت جيت تعطي في الدروس. انت جيت هاجم فيا. انت جيت هاجم فيا. انا مانيش باش نهاجم. لا لا تواضعي. انا مش نحكي معاك. مش نهاجم فيك. اما نحب تواضعي. انت عقده. اذا عندك عقده مني هذيك امورك. انت عقده. عندك عقده مع النهضه. عقده. وين كلمتي بها؟ تحكي عليا متعاليه. لا يحكي على الاستعلاء. اللي نجم يساهم في الخدمه هذايا كل ما يذكر، حتى انه مزلنك الرساله الشهيره لنائبه زميلتك في البرلمان فاطمه المسدي اللي اتهمتك بالامن الموازي، وبعثت الرساله هذه الى رئيس الجمهوريه والى رئيس هيئه مكافحه الفساد والى رئيس الحكومه والى وكيل الجمهوريه بتونس، واعطت قائمه اسميه في الناس التابعين لحركه النهضه والموجودين لتحقيق مآرب حزب النهضة في وزارة الداخلية. هل هيمنة هذه اللي هي قال سي علي العريض ما نحبوش نهيمنوا وما نحبوش نتغولوا في المطار اللي خرجت النقابة نتاع مطار تونس كارتاج وقالت راهو فما أمن موازي وسكنة كاملة داخل هذا المطار، وحتى إنه رينا غزوة داخل المطار ولم يتكلم عنها أحد. وكنتم سيد الكريم وزيرا انذاك للداخليه. انت تقولي ما تريدين.
الى الهيمنه اللي تكون زي كل محمد حسين تكون غالطه مواسير محمد حسين. شو بيسالش معناها مش واحد يسيب روحه في جلسه عامه ويبدي يكذب على الناس. لا 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 سمحت يجاوب كامله هذه هذا انا جدي النقابات الجمهورية كاذبة. النقابات اللي من داخل عقر داركم تكلمت عن هذا. النتائج الكارثية والأداء الكارثي للأمن. اللي رينا جنودنا تقتل. رينا بالبراهمي يغتال. رينا مجد يسحل. رينا الشهيد الكبير. الزعيم بالعيد الذي اغتيل في 2013. هذه كلها أكاذيب. أليست بنتائج لهذا الأمن الموازي الذي اخترق وزارتنا؟ لهذه الهيمنة التي وجدت؟ أتنكرون الجوازات السفر التي أعطيت لأبنائنا ليسفروا إلى سوريا عن حين غرة؟ ما فهمتش شيء من هذا. ما فهمتش شيء من هذا. هذا ما فهمتش شيء من هذا. الرجل كذابون. أسمي. لا ما عندك حجاجين. أكل المحاكم فيها كل شيء. اللي عنده حاجة على قيادة النهضة وزراها يتفضل. القضاء كلها اكاذيب تبين كلها فشوف. اللي عنده حاجه على انهم يملكوا حاجه زايده تفضل. غزوه المطار تذكرها التي رايناها وصورناها. ريتي ولا ما يتيش الكذب الرياسه والافتراءات كثرت ياسر. حتى عنده عدل كل حال القضاة عنده. ولذلك انت قاعده تقولي القضاة غلط. انا النهضه اللي انت يحلو لك الحديث عنها بالباهي برشا. النهضه هذه على كل حال ما سيتبين الخيط الابيض من الاسود. قارنيها في التشغيل في النمو في الديمقراطية. تشغيل لجماعتكم. تشغيل قارنيها مع الحكومات اللي اشتغلوا على الكل.